وجه محافظ أسيوط عصام سعد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وفر مناخا من المودة والمحبة وأتاح فرصة لبناء دور العبادة المشتركة. وخلال افتتاح كنيسة الناصرية بمركز الفتح بأسيوط بعد إحلالها وتجديدها بالكامل، أضاف محافظ أسيوط أن أرض مصر مهد الحضارات والديانات. وبدوره قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريا ذاكي إن تجديد كنيسة الناصرية يعد نموذجا للعيش المشترك الذي نفخر به كمصريين في كل بقاع مصر. شعب مصر الحمد لله تعالى طول عمره كده وهيفضل طول عمره كده، الحب موجود في قلوبنا. احنا النهاردة بنفتتح كنيسة بالضبط زي ما كنا بنفتتح الأمس القريب مسجد، كله دور عبادة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الخير موجود جوانا، ودايما يا رب الخير هيبقى موجود معانا. في مصر نموذج للعيش المشترك يجب دراساته، وهذه حقيقة. لم يجبر أحد أن يأتي، الوزير أصر أن يكون شيوخ الأزهر والأوقاف معنا مسلمين ومسيحيين في المكان. مصر بلد الحريات، نحن نتمتع بممارسة شعائرنا. أنا بتحرك عبر الجمهورية، الأسبوع الماضي كنت في أسوان واسكندرية، وأمس افتتحت تجديدات كنيسة عمرها 130 سنة في الكوم الأخضر في مغاغة، واليوم نفتتح كنيسة تجديدات كنيسة جديدة في أسيوط.